السلام عليكم. إن شاء الله اليوم بدي أتكلم لكم عن تجربتي مع تيتشر ناصر في تعليم اللغة الإنجليزية. صراحة أنا قبل سنة تقريبا اشتركت مع تيتشر ناصر قبل ما أدخل على اختبار الجامعة. فأول ما دخلت مع تيتشر ناصر صراحة ما كنتش بعرف إلا أساسيات الإنجليزية، يعني كنت تقدر تقولوا صفر كنت في الإنجليزي. في البداية صراحة تعبت تيتشر ناصر كثير، تمام؟ بس الحاجة الحلوة في تيتشر ناصر انه لما يشوفك انسان جدي وجد حابب تتعلم اللغة راح يعطيك كل اللي بيقدر عليه. فأول حاجة لازم تكون جدي مع تيتشر ناصر وبتاخذ اللي بدك اياه، يعني راح يبذل معاك اقصى مجهوده. الحلو في تيتشر ناصر انه غير انه عنده خبرة في الانجليزي انه عنده خبرة في طريقة التدريس، يعني كان يشوف نقطة ضعف عند كل واحد، حتى لو كنا اكثر من واحد في نفس الكلاس كان يشوف نقطة ضعف كل واحد ويركز له عليها ويطور له إياها. فالصراحة أنا قعدت تقريبا مع تيتشر ناصر 6 شهور والحمد لله اجتزت اختبار الإنجليزي تبع الجامعة، والحمد لله الحين إنجليزياتي تقدر تقول عنها ممتازة، والفضل بيرجع لله ثم لتيتشر ناصر. وإن شاء الله أكون أفدتكم، والسلام عليكم.